بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله دائما وأبدا نستعير مشاهدينا متابعينا الكرام، نحييكم ونرحب بحضراتكم من جديد في انطلاقاتنا في هذا الصباح، شوطنا 25 للإبكار المهجنات الأزايل، شوط الختام ينطلق على بركة الله وتوفيقه. مقدمة الشوط وأول المراكز، أتابع الحضور في هذه اللحظات مع ذوق يا ذوق القادمة والمنطلقة بشعار منصور بن صبيح بن محمد الوهيبي على البداية على الصدارة، يقدم لنا ذوق المركز الثاني أسرار يا أسرار محمد بن حمد بن محمد الشامسي، يقدمها مع المركز الثاني. المركز الثالث القدوم من طرف سعيد بن حمد بن حميد الدرعي مع المركز الثالث لتتسلل في هذه اللحظات، بينما المركز الرابع أتابع سوده القادمة، سوده هي الحاضرة، محمد بن خلفان بن حضيري من الكتبية يقدم لنا سوده بهذا الحضور بهذا التواجد. المركز الخامس هناك الصدارة والإبداع في هذه اللحظات، هنا تتقدم وتحضر بهذا الحضور المميز. الظبي لمسعود بن سعيد بن سعيد الهاجري قادما وحاضرا بهذا الحضور، جبارة في هذه اللحظات قادمة، وأيضا لعابة هي القادمة بشعار سعيد بن عبيد بن سعيد بن مروشد السبوسي حاضرا وقادما بهذا الحضور وبهذا التواجد الكبير. سيوف انضمت مع الأسماء المنضمة، أحمد بن راشد بن حمد الدرعي قادما وحاضرا في هذا الشوط. هكذا مشاهدين الكرام هي الأسماء المتقدمة، هي الأسماء الحاضرة في هذا الشوط. لنعود إلى مقدمة الشوط، لنعود مع البداية إلى طرف طرف مع الصدارة بشعار وحضور هذا الشعار. سعيد بن حمد بن حميد الدرعي يقدم لنا شعاره، بينما المركز الثاني لعابه سعيد بن عبيد بن سعيد بن مروشد السبوسي، والمركز الثالث القادمه سيوف لحميد بن راشد بن حميد الدرعي، واسرار محمد بن حمد بن محمد الشامسي يقدم لنا اسرار، بينما اتابع هزر القادمه احمد بالخزع بالهركي العامري يقدم لنا شعاره، كذلك انضمام وحضور في هذه اللحظات. يا سلام يا سلام يا الواعيه، سالم بن كرامه بن حيضه العامري يقدم لنا انطلاقه الواعيه وحضور الواعيه بهذا الحضور الممتاز بهذا الحضور المميز. انضمت هنا واحضرت ايضا شرف لعبيد بن غنام بن بطي المزروعي يقدم لنا شعاره، وكذلك الحضور من المسك محمد بن ضبيب بن راشد الدرعي يقدم لنا المسك وحضور المسك، ولكن ايضا انضمت هنا وتابع مشاهدينا الكرام شعار سالم بن سعيد بن مصبح النعيمي قدم لنا شعاره وقدم لنا اشهاد، اشهاد يا اشهاد هي القادمه في هذه اللحظات. واسماء وشعارات بدات في الحضور، بدات في الوصول لتصل، عجايب يا عجايب. سالم بن احمد بن حربي العامري بدا في الوصول، بدا في الحضور من اجل الفوز، من اجل الناموس، من اجل الانتصار. نعود والعود احمد الى سيوف، سيوف مع البدايه، سيوف مع الصداره، احمد بن راشد بن حمد الدرعي، ولكن المسك وشعار المسك محمد بن ضبيب بن راشد الدرعي، من يقدم لنا المسك؟ الكيلو الاخير، الكيلو الخطير، وهذا الاسم التاريخي، وهذا الاسم الكبير الذي ارتبط بالإنجازات، ارتبط بالسيوف، إنها المسك، المسك.
المسك المسك المسك، انطلقت على البداية، انطلقت على الصدارة. يا سلام محمد بن ضبيب الراشد الدرعي، بثقة الكبار بثقة العمالقة والحصى في الابطان، القادم عجايب عجايب، وهات العجايب وجيب العجايب يا راعي عجايب. ولكن المسك تحركت المسك وعجايب وسيوف، ولكن عجايب عجايب عجايب، والمسك آخر الأمتار آخر الأمتار، عجايب عجايب انطلقت عجايب. سالم بن أحمد بن حربي العامري العامري، الله يا العامري الله الله يا راعي عجايب، الله الله على ابداعك، الله على ابداعك، والله على امتاعك، ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. سالم بن احمد بن حربي العامري العامري، تانينا لراعي عجايب، وهذه انجازات عجايب، وهذه ابداعات عجايب. المركز الثاني المسك محمد بن ضبيب الراشد الدرعي، المركز الثالث كان الحضور من طلايب سلطان بن سالم بن محمد الدرعي، والمركز الثالث ام الرابع اشهاد لسالم بن سعيد بن مصبح النعيمي، والمركز الخامس سيوف احمد بن راشد بن حمد الدرعي. هكذا نتيجة هذا الشوط مشاهدينا الكرام، عجايب ولحظات وصول عجايب في هذه اللحظات، 7 دقائق 25 ثانية، 3 أجزاء أجزاء من الثانية، عجايب هي بطلة هذا الشوط. تانينا وهل في مبروك لمالك على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني المسك محمد بن ضبيب بن راشد الدرعي، توقيته ولحظاتي وصولها مع المركز الثاني اللي هي المسك مشاهدين الكرام، توقيتها 7 دقائق 28 ثانية وجزء واحد من الثانية. المركز الثالث كان الحضور والتواجد مشاهدينا الكرام من طلايب سلطان بن سالم بن محمد الدرعي.